جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صلاة الأوابين بدعة؟ وكم عدد ركعات صلاة الضحى؟ صلاة الأوابين ليست بدعة، هي صلاة الضحى في آخر وقتها، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني في آخر وقتها قبل وقوف الشمس في كبد السماء. هذه صلاة الأوابين التي صح فيها الحديث، فهي ليست بدعة. نعم.